بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم، الإخوة المتابعون، ما زلنا نتابع معكم هذه الانطلاقات، وهذه الانطلاقة قبل الختام تمت على بركة الله وتوفيقه، وخاصة بالبكار المحليات الأصايل الثنايا المتابعة عبر أبو ظبي الرياضية. ونعود للشوط، نعود إلى أداء الجميل الشاهينية لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري، هي من اعتلت الصدارة مبكرا في هذا الشوط من بداية الانطلاق. المركز الثاني هناك سرابة مملوكة لحمد بن محمد بن نعيف العامري التي وصلت واحتلت المركز الثاني من الجانب الآخر، ولكن تدخل من قبل شديدة لراشد بن محمد بن راشد المنصوري التي انتزعت المركز الآن الثالث وانتقلت إلى الثاني بهذا الأداء الجميل. النقلة القادمة مشاهدينا هي المركز الرابع، النقلة في المركز الرابع هناك روعة، بكل روعة وبكل اقتدار تنتقل للرابع مملوك المسلم بن صالح بن طرشوم العامري، والنقل من الجانب الآخر في المركز الخامس هي كذلك الذيبة، الذيبة لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، أبناء بن طرشوم قادمين ودافعين باثنين من خلال هذه المشاركة في هذا الشوط. المركز مشاهدينا هناك القادم هو المركز السادس، النقل إلى المركز السادس مع تواجد هناك غنايم لمحمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي التي انتقلت إلى السادس. المركز السابع نعود وانتهي معكم، هناك مشاهدي الأعزاء الطيرة التي وصلت في هذه اللحظات لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري مع هذا الشعار الاقتصادي اللي فايز اليوم بنقطتين ثمينتين ويحاول بالهاتريك وله بغريب على الشعار الاقتصادي. العودة إلى هناك التي وصلت الشاهنية لنايف بن محمد بن روية الخيلي التي وصلت وانتزعت في هذا الأداء الجميل المركز الآن التاسع. والمركز العاشر هناك الخوارة مملوكة لعلي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري، كذلك هي بدورها انتقلت إلى عاشر المراكز. هذا هو النداء الأول مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، خلونا نتواصل نشوف هناك ما يدور في هذا الشوط اللي مسافته هي 8 كيلومترات التي فتحت أبوابه في هذا اليوم الجميل مشاهدينا لتكونوا حاضرة أيضا هذه الشعارات بقوة. المركز الأول هناك من البداية وفي الصدارة هي الشاهنية لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري من البداية متمسك الجابري بالصدارة وبالمركز الأول، ولكن اللي بدأت تقترب رويدا رويدا سرابة بدأت تتسرب لحمد بن محمد بن سيف بن نعيف العامري، هي كذلك وصلت لتكون حاضرة بقوة. النقل من الجانب الآخر وصول من روعة بكل روعة أيضا لمسلم بن صالح بن طرشوم، ولكن هنا وصلت لتكون أيضا تغيير في المركز الثالث للشديدة، شديدة لراشد بن محمد بن راشد المنصوري، كذلك هي أيضا وصلت إلى المركز الرابع والآن إلى الثالث. ونعود ونتابع هناك شعار بن طرشوم الآخر في المرتبة الخامسة والسادسة، المرتبة الخامسة نعم المركز الخامس، هناك الذيبة للسيد طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، ووصلت الطيرة لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، كذلك وصلت في المركز السادس مشاهدينا والمركز السابع والرقم 7، والأداء الجميل هنا أيضا مع غنايم لمحمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، هي كذلك قادمة من المناطق الخلفية لتنضم إلى الصدارة متى ما تاحت الفرصة لها. نعود ونتابع معكم مشاهدينا هناك بقية الأرقام، والمركز الثامن أو المركز التاسع اللي غيرت هناك شعار بن روية القادم مع الشاهنية لنايف بن محمد بن روية الخيالي، وصلت في هذه الأداء وبجوارها تماما هناك الخوارة مملوكة لعلي بن عبد الله بن سعيد الجابري. هذا هو الأداء والمرة الثانية على التوالي نوافي المشاهدين والحاضرين بهذا هذه النشرة الميدانية التفصيلية لهذه الشعارات، شعارات الجميلة.
مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى داو الجميل هنا في عاصمة الميادين، حيث الكل يبحث مشاهدينا من خلال هذا الأداء ليضيف نقطة في سجلاته في صفحات التاريخ مع هنا انطلاقات عاصمة الميادين الوثبة في 8 كيلومترات. المركز الأول والصدارة التي ما زالت واضحة مشاهدينا مع الكادر العلوي، مع الكادر الأول هناك ما زالت الشاهينية لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري، مسيطرة كل السيطرة على زمام الأمور، وأيضا الشوط كما تعلمون المسافات الطويلة، الهدوء التام من بداية الكيلومترات، وبعد ذلك المعركة تشتد في الكيلومتر والكيلوين الآخرين، كل واحد أيضا يختنس الفرصة. نعود ونتابع المركز الثاني، هناك الوصول من روعة لمسلم بن صالح بن طرشوم العامري، بينما هناك المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا التي وصلت في هذا الأداء من الجانب الآخر، الله، الدخول من قبل الطيرة لمحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. مشاهدينا وصول وقدوم مع انطلاقة شديدة لراشد بن محمد بن راشد المنصوري التي وصلت في المركز الرابع في هذا الأداء. في المركز الخامس، نعم، هناك الدخول من قبل هناك كما ذكرنا ذيب لطرشوم مصالح بن طرشوم العامري، والنقلة في المركز السادس، المركز السادس سرابة لحمد بن محمد بن سيف بن نعيف العامري، وصلت هناك في المركز السابع بالرقم 7 غنائم لمحمد بن سالم بن ذعلوب الدرعي، وصل شعار بن روية، بدأت توصل وتقترب من المناطق الأمامية مشاهدينا، هي كذلك الشاهينية. يلا أبو محمد، أبو محمد قادم من ميدان رماح، نايف بن محمد بن روية الخيلي، وهناك في المركز العاشر لراشد بن محمد بن راشد المنصوري، ولعلي علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري التي انتقلت في المركز العاشر. هذا هو النداء للمرة الثالثة على التوالي، الحفل الكريم، الإخوة المتابعون في كل مكان أينما كنتم عبر شاشة أبو ظبي الرياضية وباقات أبو ظبي الرياضية، مشاهدينا لكم أيضا التحية. ونعود ونتواصل كما ذكرنا مشاهدينا مع هذا الانطلاق، مع هذا الاداء الجميل، الاداء المميز الذي يقدم هنا مع انطلاقه هذه ايضا البكره الشاهنيه لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري، من البدايه متمسك بزمام الامور الجابري، ولكن بن طرشوم واصل من الجانب الاخر، بن طرشوم ايضا دافع باثنين، دافع باثنين لان في دفاع وفي هجوم، دائما الشخص اللي بيدفع باثنين حسب لحسابه. هناك روعه لمسلم بصالح بن طرشوم العامري، ولكن الشعار الاقتصادي ابحث عن الهاتريك، ابحث عن الهاتريك، اليوم عنده نقاط ثمينه، اول افتتاح اليوم هو كان نفس الشعار، شعار بن حموده، والان نتواصل معه بالفعل لمحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، وهذه الطيره في المركز الثالث. النقل في المركز الرابع، هناك المركز الرابع وصلت الذيبه، الذيبه مملوكه لطرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، وبجوار ايضا هناك الذيبه، هناك الاداء من شديده لراشد بن محمد بن راشد المنصوري، ايضا اداء جميل يقدم مشاهدي الاعزاء. والمركز السادس، هناك مشاهدينا وصول من قبل غنائم التي تقدمت المركز السادس لمحمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، وبجواره تماما الحفل الكريم، الإخوة المتابعون، هناك سرابة لحمد بن محمد بن سيف بن نعيف العامري، كذلك هي قادمة لتكون متواجدة، بدأت تقترب الشعارات، وهناك شعار نايف بن محمد بن روية الخيل الشاهنية، ووصل الجابري الآخر أبو محمد راشد بن محمد بن راشد، مشاهد الأعزاء علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري، نعم اللي غيرت للجابري، الله، ركز يا شباب، هناك الجابري اللي في المركز الاول المركز العاشر، والصداره وين؟ الصداره وين؟ الانعطاف بدا، الانعطاف بدا، والاوامر رويدا رويدا، والتكتيك بدا يشتغل عبر الاجهزه، الله، التكتيك بالخشخشه، هناك الاوامر الطفيفه اللي ما نراها بالعين المجرده ولكن نراها من اعين البكار، الله، يا سلام، اعين البكار تدل على ان هناك خشخشه استوت في الاجهزه، وبدات الكل بدا يستعد، وانطلقت، الله،
الانطلاق الانطلاق يا شباب. الله يا الجابري من البداية مع الشاهينية. سعيد بن راشد الجابري وصل بن ترشوم، وصل التلفي هناك بن ذعلوب، وصل بن ثعلوب الاكتبي. الله هي اللي قاتلة بقوة، بدأت تنطلق بن ذعلوب. إذا هناك استلم المقدمة بيسوي بروبلم، بيسوي مشكلة كبيرة. نعم بينطلق شعاره معروف ولو عادات على السبق والناموس. الله هنا مشاهدينا محمد بن سالم بن ذعلوب الاكتبي يقدم غنائم بأحلى غنائم وتنطلق للصدارة. وانطلقت وشافت المنصة، والمنصة بدت بن ترشوم عند اثنين، حرك من الجانب الآخر، حرك الذيبة، كن ذيبة ولا تأكلك الذيابي. يا هناك ذيبة بن ترشوم، ومن الجانب الدوني أيضا روعة المسلم بصالح بن ترشوم. عاد الجابري ليكون متواجدا في الصدارة من البداية، هو في الصدارة وما طح يسلم. صدرت الأوامر وقال باي باي، قال باي باي الشاهينية. سعيد بن راشد بن سعيد الجابري، هناك الذيبة لترشوم بن صالح بن ترشوم العامري بالمركز الثاني، ولكن الصدارة انحصرت بين هنا الذيبة وبين الشاهينية. الذيبة والشاهينية، الذيبة ذيبة الجابري، وهناك ذيبة بن ترشوم وشاهينية الجابري اللي في الصدارة. خلاص عادت مرة أخرى لتكون حاضرة. الشاهينية الشاهينية الذيبة 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 شاهينية الذيبة شاهينية الذيبة. وين الحبس؟ الذيبة ولا شاهينية؟ خط النهاية اللي يفصل التوقع. وبن ترشوم بن ترشوم ظني، لكن خلونا نشوف بن ترشوم. تهانينا لبن ترشوم سلم بن صالح بن ترشوم العامري، لك تحية بهذا الفوز. ترشوم بن صالح بن ترشوم العامري مع الذيبة المركز الثاني، وصلت المركز الثاني أيضا بقوة، كانت متواجدة من البداية لشعار سعيد بن راشد بن سعيد الجابري الشاهينية. المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث غنايم لمحمد بن سالم علوم الدرعي، والمركز الرابع المركز الرابع لراشد محمد بن راشد المنصوري شديد، والمركز الخامس المركز الخامس الطير لمحمد بن غالب بن حمود الظاهري. ساعات الوصول شوفوا، ساعات الفوتو فينيش، ساعات النتيجه، ساعات بن ترشوم. نعم بن ترشوم الذيبه، قلنا لك كن ذيبه ولا تكوك الذيابي، وهذه الذيبه لترشوم بصالح بن ترشوم العامري. 13 31، سبع اجزاء مصاحبه للثواني والدقائق. المركز الثاني ما قصرت ايضا، هناك الشاهينيه لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري. المركز الثاني جيف مي كمين نمبر 2 مستر مانويل دايركتر او المخرج. المركز الثاني اي الذيبه، نعم الذيبه واضحه امامكم ليثبت اسمها مع الشاشه له التحيه. والمركز الثاني الان ساعات 13 31، تسع اجزاء من الثانيه كانت الشاهينيه للسيد سعيد بن راشد بن سعيد الجابري. ايضا نقول له ايضا ناموس. المركز الثالث كانت غنايم للسيد غنايم لمحمد بن سالم علوم اكتبي. 13 دقيقة 34 و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. يا مرحبا حي الركايب.